ما هو تكليفنا في عصر الغيبة؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: والعاقبة للمتقين. آخر الدنيا، عاقبة الدنيا هي لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم، وبتبعهم لشيعتهم. إحدى الخطوات التي يلزم علينا أن نتقنها، خطوة جدا جدا مهمة، هذه الخطوة طريقة الأنبياء، هذه الخطوة طريقة أهل البيت، هذه الخطوة طريقة أصحاب أهل البيت العلماء منهم: تأجيل الأمور. يعني ماذا؟ يعني النهاية لك، الأمم الأخرى، الفئات الأخرى، الطغاة، الظالمون، هؤلاء كلهم كلهم لهم تاريخ انتهاء. عندما يأتي تاريخ انتهائهم ينتهون خلص. أنت ليس لك تاريخ انتهاء، أنت بالعكس لك تاريخ ابتداء. أنت، لا أقول أنت، يعني أنت كفئة، كطائفة، كأمة، النتيجة لك. هو له تاريخ انتهاء، عندما يأتي تاريخ انتهائه ينتهي قطعا ويقينا. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ونريد أن إرادة من الله. إرادة الله تتخلى عن المراد؟ ممكن الله عز وجل يريد شيئا هذا الشيء لا يتحقق؟ مستحيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إرث الأرض لك، لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بتبعهم لك، أنت الوارث، انتظر. هو مورث، هو يبقى يموت، لا أقول هو كشخص، كل الناس يموتون، لا، هو كفئة، هو كجماعة، هو كأمة منحرفة، الكفار، المذاهب المنحرفة، هؤلاء ينتهون، هؤلاء مورثون، أنت الوارث. الوارث ماذا عليه؟ عليه أن يستقيم، يمشي بصورة صحيحة وينتظر، لأن الإرث له، هو وارث. انتظر إلى أن يموتوا. متى يموتون؟ الدهر يميتهم، مرور الزمن يقضي عليهم، أنت انتظر فقط. انتظر، لا تفعل شيئا، لا، هذا غلط. انتظر، أد واجبك، كن مستقيما، كن صامدا في طريقك، تعامل معه بهذه الطريقة، ماطل، المهم أن تبقى. أؤكد، لا أن تبقى أنت وأنا، ليس مهما أن نبقى نحن، المهم أن يبقى هذا المسير، المهم أن أبقى أنا في هذا المسير. النتيجة لنا، ماطل معه، أجل. يقول لك اليوم، قل له غدا، بعد غد، بعد ذلك، أجل. مرور الأيام يقضي عليه. الأمويون جاءوا، جاء تاريخ انتهائهم، انتهوا، ولوا إلى غير الرجعة. العباسيون جاءوا كفئة، كطائفة حاكمة، ظالمة، طاغية، بقت فئة فترة، جاء تاريخ انتهائهم، خلاص، إلى لا رجعة. العثمانيون جاءوا، ولوا. البريطانيون جاءوا، حكموا في بعض البلاد أكثر من 100 سنة، انتهوا، خلاص، راح. غيرهم يأتي ويروح، ينتهي، المهم أن تبقى أنت، المهم أن تبقى صامدا في هذا الطريق. أجل، العاقبة لك، اصبر، لا تستعجل في أعمالك، في واجباتك، لا تؤجل أبدا، التأجيل ليس صحيحا. فيما يريده منك أجل، في فورة قدرته
قل له غدا بعد غد يصير خير، على تعبير البعض. قل له يصير خير، شيئا فشيئا هو ينزل، هو ينزل ينزل ينتهي خلاص، ترتاح منه. فئة ثانية، جماعة أخرى، طغاة آخرون، منحرفون آخرون، ما طل معه فقط بعبارة في كلمة واحدة، ضيع الوقت معهم، ضيع أوقاتهم، لا تضيع وقتك، ضيع الوقت معه. الطغاة إذا أرادوا منك شيئا لا تعطيهم، قل له بعد حين، انتظر انتهاءهم. علينا أولا أن نكون صامدين مستقيمين، نبقى في هذا الطريق، هذا الطريق له النهاية، النهاية لهذا الطريق، والعاقبة للمتقين، العاقبة لك. بقيت في هذا الطريق، أنت بقيت في الطريق الذي عاقبة الدنيا، نهاية الدنيا، آخر الدنيا التي هي الذي هو أطول من أول الدنيا بكثير، هذا لك. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. انتظروا، رح ننهيهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، النهاية لكم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. في آية قرآنية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنتم خلفاء الأرض، النهاية لكم. هناك اضطرار، هناك سوء، لا بأس، اصبروا، هذا السوء يكشف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. آية قرآنية أخرى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. النتيجة لكم أيها المؤمنون، وجعلنا ذريته هم الباقين، البقاء إلى آخر الدنيا لكم. أنتم ما عندكم تاريخ انتهاء، تاريخ انتهائكم بانتهاء الدنيا، هم عندهم تاريخ انتهاء. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: لا تستعجلوا، انتظروا، لا تحاولوا أن تنهوا الأمور قبل وقتها، أنتم استمروا في طريقكم، هو متى انتهى انتهى، خلاص ينتهي هو، أنت لا تحاول، انتظر. يقول عليه الصلاة والسلام: مزاولة قلع الجبال. كم هو صعب الإنسان يريد أن يقلع جبلا، صعب جدا، تريد أن تحرك جبلا، مزاولة، تريد أن تزيل جبلا من مكانه أو تزيله تنهيه، صعب جدا وجدا. هذا الصعب أسهل من أنك تريد أن تنهي ملكا ما جاء وقت نهايته، جدا حديث عجيب. مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل، هذا الملك مؤجل له أجل، إذن ماذا نصنع نحن؟ واستعينوا، هذه الآية التي بدأنا بها الحديث قالها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن: مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل، واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض فإن الأرض، هذه فإن الفاء من الإمام عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام استشهد بالآية القرآنية، ما ذكر نص الآية القرآنية، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه، انتظروا، امشي في دربك، أنت لا تنحرف، أنت أدي واجبك، لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا ولا يطولن عليكم الأمد. لماذا طال؟ انتظر،
الذي دائما يقول لماذا طال قلبه يقسو. القرآن يقول ولا يطولن عليكم، الإمام يقول في هذا الحديث ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم.